أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة صدق الله العلي العظيم. نحب الناطق النور الندية، فننجو إننا نهنا سوية. جواد الأجودين جذور جود، أبا المجد محمدا التقية. اللهم صل على محمد وآل محمد. آيات قرآنية عديدة تتحدث عن نصرة الله. هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى نصرتنا له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل هل يمكن أصلا أن يصل منا له شيء؟ أن تصل نصرتنا إليه؟ سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن ما هو معنى هذه الآيات المباركة؟ إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله فلا غالب لكم، ينصرون الله ورسوله، يعني ماذا؟ الجواب عندنا واضح: نصرة أوليائه، يسميه الله سبحانه وتعالى نصرة له، نصرة دينه يعتبرها القرآن الكريم نصرة لله عز وجل. عندما نتحدث عن نصرة أهل البيت، نصرة دين الله، نصرة أولياء الله صلوات الله عليهم، البعض يعتذر بأنه لا يمتلك وسائل النصرة. أحب أن أساهم مالياً
في إحياء الغدير، في إحياء عاشوراء، ولكن لا أمتلك أموالا. أريد أن أساهم بعلمي في نصرة دين الله عز وجل، ولكن ليس لي علم. أحب أن أعمل شيئا في سبيل الله عز وجل، ولكن الوسائل غير موجودة عندي. هذه الأعذار بالفعل بعض الناس صادقون فيها، بالفعل لا يتمكن، أو لعله يتمكن ولكن دوره لا يسمح له أن يعمل في هذا المجال. هؤلاء صادقون بالفعل، ولكن البعض صادق، والبعض الآخر القرآن الكريم بصريح العبارة يكذبه. الآية المباركة تقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لا ماذا؟ أعدوا، إعداد. لا أتمكن، الوسائل غير موجودة، أعد. الأمر القرآني ما جاء هنا بأداء النتيجة، بأداء العمل. الأمر القرآني جاء هنا بالإعداد. لو هيأ الله عز وجل المقدمات إن شاء الله أعمل، لا، القرآن الكريم يقول لا أعدوا، هم يعدون. الإعداد منهم. نسب الإعداد إليهم. الإعداد يعني ماذا؟ يعني تهيئة مقدمات. إن شاء الله إذا هيئت المقدمات، أنت هيئ المقدمات. عدة. أحيانا التنكير يأتي للتعظيم، يأتي للتكبير، يعني عدة عظيمة. لعله هنا بهذا المعنى. في ذكرى استشهاد، هذا الاستشهاد المفجع المؤلم، استشهاد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما، من مصائب أهل البيت. كل واحد منهم مصيبته مفجعة مؤلمة. الإمام الجواد عاش 25 عاماً فقط، لا أريد أن أتحدث عن مصائبه الشديدة المؤلمة. ماذا صنعوا به في هذه الفترة القصيرة من العمر؟ الأذى التي تحملها من أشكال من الأعداء وهو آنذاك في 9 من عمره الشريف، في 10. من عمره الشريف مجاميع من المجرمين كانوا يؤذون أهل البيت.
كل واحد منهم بشكل. لا أريد أن أدخل في هذا المجال، كلامي عن جانب آخر. كل واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانت له واجبات من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا ماذا صنعوا في أداء هذه الواجبات. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعرف بالله عز وجل، أكثر توكلا على الله عز وجل. الله عز وجل ينصر دينه، من أنا؟ هذا منطقنا. أهل البيت ما كانوا يقولون هذا الكلام. نحن منطقنا أننا نتوكل على الله، نسمي هذا الشيء توكلا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعلى درجات التوكل كانت عندهم، ما كانوا يقولون هذا الكلام. كانوا يسعون، يجدون، يجهدون، يتعبون، يهيئون مقدمات ومقدمات ومقومات، يرفعون موانع، يوجدون الشروط لكي يؤدوا واجبهم. تعب، جهد جهيد متعب. رواية شريفة نذكرها في مجال علم الإمام صلوات الله عليه. لا، الرواية لها جانب آخر. رواية شريفة صحيحة الإسناد بسند أعلائي عالي السند، أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وآنذاك في 9 أو 10 من عمره الشريف في مجلس واحد، في مجلس واحد يعني ماذا؟ لعله يعني مؤتمر، أشبه ما يكون بالمؤتمر مثلا، أو أشبه ما يكون بمجالس، لعله خلال شهر، خلال 6 أشهر، أكثر أقل، أجاب على 30,000 مسألة. نذكر هذا الشيء، رواية طبعا رواية صحيحة السند، نذكر هذا الشيء في جانب علم الإمام صلوات الله عليه. لا، القضية لها جانب آخر وجوانب أخرى. التعب، الإرهاق، الجهد، إذا وجهت إليك أسئلة في مجلس واحد، لا أقول 30,000، 3,000، لا 300، لا 30 سؤال، وفرضا أنت تعرف الأجوبة، الجواب يجهد. جربوا مرة، اجعلوا أناسا يسألون منكم أسئلة 30 سؤالا، تتعب، خصوصا إذا كان الشخص يفكر، يلاحظ الأجواء الاجتماعية كيف يجيب على هذا السؤال، الأجواء التي كان يعيش فيها الإمام، الأجواء الخطرة في زمن المأمون، في زمن المعتصم، أجواء خطرة جدا. إخواني، الإمام عليه الصلاة والسلام دس له السم، قتل. لماذا قتل؟ أجواء خطرة كانت، كان يتصيد المأمون على الإمام عليه الصلاة والسلام، كان يحاول أن يوقع الإمام عليه الصلاة والسلام في شيء يبعد عيون الناس عنه. في هكذا ظرف، أسئلة 30,000 مسألة خلال كم من الوقت؟ أي شيء. الإمام عليه الصلاة والسلام كان يتمكن يتكلم بمنطقنا، دين الله، الله عز وجل ينصر دينه، وبالفعل الله عز وجل ينصر دينه. لا، أنا ما هو تكليفي؟
جهد، عمل، تهيئة مقدمات. النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل أمره بكلمة واحدة: بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ، كلمة واحدة، أمر من الله عز وجل. ماذا صنع رسول الله؟ كم هيأ، كم مهد. أعلن إعلانا عاما: أيها الناس، أنا في هذه السنة أريد أن أحج، تعالوا للحج. لماذا يا رسول الله؟ لتتعلموا معالم الحج. ما هو أهم من الحج؟ النبي صلى الله عليه وآله ما صنع ذلك له. الصلاة، الصلاة أهم من الحج أم لا؟ هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر: أيها الناس في شتى البلاد تعالوا إلى المدينة حتى أعلمكم الصلاة؟ أبدا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فليأتي من كل قبيلة، من كل طائفة، شخص، شخصين، شخصان، ليتعلموا المعالم، معالم الدين، صلاة، صيام، كل المعالم، يذهبون إلى أهلهم يعلمونهم. خلاص، فيما هو أهم من الحج. في الصلاة النبي صلى الله عليه وآله ما صنع ذلك، في الصيام ما صنع ذلك. لماذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: تعالوا للحج كلكم، كل من يتمكن؟ لماذا؟ ليست القضية قضية حج. الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله: بلغ. خلاص، من الألف إلى الياء على رسول الله صلى الله عليه وآله. لا بأس، جاءوا إلى الحج. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وآله في المدينة يصعد على المنبر: خلاص بلغت، ثم يكون منطقه منطق بعضنا: اللهم اشهد أني بلغت، خلاص وفي مولى. لا، دع الناس إلى الحج، تعالوا، أكبر عدد ممكن ليأتي إلى الحج. جاءوا: يا رسول الله، في المسجد الحرام قل بلغ. لا، في منى بلغ. لا، هنا أماكن محصورة لا تستوعب عددا كبيرا. ثم الناس مشغولون، الشخص فيما بعد يتمكن أن يتعذر بأعذار، يقول: ما سمعت، كان ضوضاء، كنت مشغولا ببعض الأعمال. خرج النبي صلى الله عليه وآله، رجع من مكة، وما أخبر أحدا من هؤلاء شيئا، لا أحد يعرف. تصوروا أن المهمة انتهت، لأن بالفعل بعض رؤوس المنافقين كانوا قد قرروا أنه إذا النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يتطرق إلى هذا الموضوع يخربون الأوضاع. تعالوا، خلص، ارجعوا إلى بلادكم. النبي صلى الله عليه وآله أيضا في طريقه إلى الرجعة وصل إلى هذه المنطقة. هذا الشيء سمعتموه، النبي صلى الله عليه وآله قال: أخبر الذين كانوا قد تقدموا ارجعوا. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله من البداية ما قال لهم شيئا، خلاص ارجعوا إلى بلادكم. وصل إلى هذه المنطقة الاستراتيجية، قمة الاستراتيجية، اختيار للنبي صلى الله عليه وآله، اختيار جدا دقيق للمنطقة. وصل إلى هذه المنطقة، ننزل، خبروا الذين تقدموا ليرجعوا، لأنه كان هنا مفترق طرق، الذين ذهبوا على طريق آخر ليرجعوا، ننتظر الذين لم يصلوا إلينا ليصلوا. بلغ تبليغا ما أمكن لأحد أن يقول في ذلك اليوم: لم يصلني، لم يبلغني، ما كان من الممكن. خلص، بأوضح درجات الحجية أتم الحج عليهم. تخطيط، تمهيد، تهيئة من قبل، لا أعلم من متى، شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، أكثر. الله عز وجل أمره كلمة واحدة: بلغ. كل شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله.
وبعضنا فورا يعتذر، ما عندي، ما أتمكن، ما أعرف، المقدمات غير موجودة، المقومات غير موجودة، توجد موانع. إذن أنت لماذا كلفت حتى ترفع الموانع، حتى توجد الشروط في أمورنا الشخصية؟ لا نقول هذا الكلام. أدعو مجموعة من أصدقائي، أخطط، أفكر، أهيئ، أرتب الأمور حتى تكون هذه الجلسة، هذه الجمعة، جمعة مريحة، طعام لذيذ، لذيذ جيد. زواج ابني شهران، 3 أشهر، 4 أشهر، أفكر، أخطط، أهيئ. هناك أقول ما عندي أموال، أقترض إذا كنت أتمكن. هناك أقول الطعام غير موجود، أذهب أبحث عن أفضل طعام، عن أفضل أجواء. عندي تجارة، التجارة فيها خسارة وربح، أجلس. التجارة تحتاج إلى تعب، إرهاق، لا أنام نوما طويلا، أكل، أنشغل بالتوافه. التجارة ما ربحت، إلهي أنا ما صنعت شيئا. لا تمهد 1000 مقدمة حتى تربح تجارتك. في هذه الأمور نعرف، بمجرد أن يصل الأمر إلى الدين الله عز وجل ينصر دينه. عجيب، الله عز وجل لا يرزق ضيوفك، الله عز وجل يرزق ضيوفك. لماذا تتعب نفسك؟ لماذا تتهيأ، تمهد مقدمات؟ هناك لا تتذكر أن الله عز وجل بيده كل شيء. في زواج ابنك لا تتذكر أن الأمور كلها تنتهي إلى الله عز وجل. الله إن شاء الله يزوج ابني، هناك أسعى، أشد سعي، أقوى سعي، تفكير، تخطيط. في تجارتي لا أقول الله عز وجل يرزق، الله إن شاء الله يربح تجارتي، أذهب أنشغل بأمور أخرى، لا أبدا. كأن الله عز وجل فقط للدين، كل شيء بيد الله عز وجل. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كيف يكون الإعداد؟ لا، ما هو أساس للإعداد؟ وهو كلمة أرادوا، نتيجة أرادوا لأعدوا له عدة. الشرط لو حرف شرط، أرادوا الشرط، لأعدوا جزاء الشرط، نتيجة هذا الشرط. كيف يكون الإعداد؟ بل كيف يكون أرادوا؟ أذكر لكم نقطتين. النقطة الأولى الاهتمام، الشيء الذي يكون هم الإنسان ينتبه إلى تفاصيله أكثر إذا مما إذا لم يكن هم الإنسان، اهتمام الإنسان عليه. أذكر لكم أمثلة، أمثلة مبسطة طبعا في مجال المستحبات، طبعا كلامي ليس عن المستحبات. المؤمنون كلهم عندما يسمعون اسم النبي صلى الله عليه وآله يصلون على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الناس عنده هذا الشيء شيء مهم، كل المؤمنين هكذا، لا أحد من المؤمنين يبخل على هذا الذكر الشريف، ولكن بعض الناس عنده اهتمام. ترى مجموعة جالسين في مكان مشغولين، هذا يتحدث مع ذاك، ذاك يتحدث كذا، ذاك يصغي إلى هذا، يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله، الناس مشغولون أصلا لا يسمعون، الشخص مشغول لا يسمع الصوت الآخر أصلا، فكره مشغول بكلامه، ذاك فكره مشغول بالاستماع، يستمع إلى موضوع.
هذا الشخص الذي هذا الذكر عنده شيء مهم، يسمع من دونهم، يرفع صوته بالصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما الفرق بين هذا الشخص وبقية الناس؟ الفرق هذا الشخص، هذا الشيء عنده شيء مهم في نفسه، يسمع، الناس ما سمعوا أصلا، لا يريدون أن يبخلوا. أبخل الناس من بخل بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أولئك ما بخلوا، لا يسمعون، لا ينتبهون أن الاسم الشريف ذكر، هذا ينتبه. الفرق ما هو؟ اهتمامه. تعرفون، حتما تعرفون بعض من حولكم مهتم بهذا الذكر الشريف. مثال آخر، بعض الناس عنده اهتمام بالصلاة أول الوقت، في زحمة الأعمال، في الوظيفة، غير الوظيفة، من هنا هناك، مشغولون، مجموعة مشغولون بالعمل. عندما يرفع الأذان، صوت الأذان، لعل الكثير أصلا لا يسمع صوت الأذان، يريد أن يصلي ولكن لا يسمع لأنه غير مهتم بالصلاة أول الوقت. صارت الصلاة أول الوقت، صارت، ما صارت بعد نصف ساعة، ما صارت بعد ساعة، ما صارت بعد ساعتين. البعض هكذا أصلا ربما لا يسمع بعد نصف ساعة، ساعة إذا ما كانت ساعة موجودة، بعد ساعة يسأل صار الأذان، أصلا ما انتبه. أما هذا الذي يهتم بالصلاة أول الوقت، بمجرد أن يسمع كلمة الله، أول كلمة من الأذان ينتبه، لعله يكون في ظروف الآن لا يتمكن أن يصلي، ولكن ينتبه، يسمع، إذا كان يتمكن فورا يذهب ويصلي. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق هذا مهتم بالصلاة أول الوقت، ذاك مو مهتم بالصلاة أول الوقت. الإنسان المهتم ينتبه أصلا، الإنسان المهتم جزء من المقدمات تحصل بصورة طبيعية بالنسبة إليه. أذكر لكم مثالا آخر لعلكم جربتم هذا المثال. بعض المؤمنين مهتم بعمل، أي عمل، عمل عادي، ليس عمل عبادي قصدي، أي عمل، يقال له هذا العمل ينطبق عليه عنوان محرم، هذا العمل يصير حرام. أنا صار لي مرارا أكثر من مرة، لعل لكم أيضا هذا الشيء حدث، يحصل على طرق حل شرعي للقضية، أصلا أنت تستغرب كيف خطر بباله هذا الطريق. مرة شخص عالم، هو محيط بجوانب كثيرة من الدين، خب تخصصه يقتضي أنه ينتبه إلى حلول. مرة لا، إنسان عادي ينتبه إلى حلول للقضية هذه، وبعضها بالفعل حلول شرعية، يعني كيف انتبه هذا؟ عامة الناس لا ينتبهون، لأن هذا الشخص مهتم بهذا العمل، يريد أن يصنع هذا العمل، يريد أن يصنع من تحت الأرض، يجد حلا لنفسه. بقية الناس ما عندهم هذا الشيء، ليه؟ لماذا؟ لأن بقية الناس غير مهتمين بهذه القضية، هو مهتم بهذه القضية. الاهتمام يفتح لك أبوابا، الاهتمام يقويك على تمهيد المقدمات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باختصار شديد، الحاجة. الشيء الذي أجد في نفسه أنني محتاج إليه، حسب تعبيرنا يعمل الشخص المستحيل ليصل إلى هذا الشيء. الحاجة، الحاجة أم الاختراع، كثير من الاختراعات صارت بسبب الحاجة. الآن أذكر لكم مثالا، الشباب هذا المثال لا يعرفونه، الذين أدركوا فترة أطول يتذكرون جيدا. سابقا قبل أن تأتي هذه الأجهزة النقالات وهذه الأجهزة الجديدة، الأجهزة الذكية، قبل هذه الأجهزة الناس، عامة الناس، كانوا يحفظون عشرات من أرقام التلفونات. الشباب لا يتذكرون هالمرحلة.
عشرات، بالفعل عشرات. الإنسان العادي كان يحفظ عشرات، بعض الناس كانوا يحفظون أكثر. أرقام كل أهله هذا واضح أصلا، أبناء عمومته، أبناء خولته، أصدقائه، بعض زملاء المدرسة، بالعشرات الناس كانوا يحفظون الأرقام. جاءت هذه الأجهزة. الآن بعض الناس لعله لا يحفظ رقم تليفون ابنه، ناهيك عن الأصدقاء والزملاء. ما الفرق؟ الفرق الحاجة. في ذلك الزمن تريد أن تفتح دفتراً ما أدري كذا، كانت حاجة، إلى حاجة، هي الحاجة تدعوك، يعني لا تحتاج إلى أنك تأخذ الرقم لكي تحفظ الرقم. شيئاً فشيئاً هذا الشيء يحفظ لوجود الحاجة. الآن الحاجة غير موجودة، خلاص أخرج هذا الجهاز، أجهزة ذكية أو النقالات العادية، آخر الجهاز خلال ثواني تتصل عليه أي شخص تريد. الحاجة ارتفعت، الشخص لا يحفظ أصلاً. أصنع من الشيء حاجة تكون قوياً فيه. خدمة الدين هي حاجة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في غنى عنا البشر، لا، في غنى عن كل الخلق، لا يحتاجون إلينا، نحن في خدمتنا لهم محتاجون، أنا محتاج. هذا واقع، هذا الواقع إذا جعلناه ندركه بالفكر والعواطف، بالعقل والقلب، تمشي بقوة أنت إذا أحسست بحاجتك إلى هذه الخدمة، بحاجتك إلى نصرة دين الله، تمشي بسرعة. لا يحتاج أن يقول لك شيء أحد من الناس، يقول لك شيئا أبدا، لأنها حاجة. المشكلة أننا لا نجد هذه الحاجة، هي الحاجة موجودة، لا نفهم، لا ندرك بعقولنا وقلوبنا أننا محتاجون إلى هذا الشيء. الاهتمام والحاجة، إن شاء الله الإمام أرواح العالمين له الفداء يظهر، نعيش حياة هنيئة إن شاء الله. بالفعل بالفعل الدنيا تتبدل إلى جنة، ولكن أصحاب الإمام ليسوا مثلي تنابل كسالى أبد، ليل نهار يعملون. في رواية شريفة جدا 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 جميلة، رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قبل سنوات قرأت لكم هذه الرواية هنا، في أوصاف أصحاب الإمام أرواح العالمين له الفداء، حقا جميلة. كل ما أقرأ هذه الرواية أتلذذ بهذا الكيان العظيم في هؤلاء. في جملة الأوصاف لا أريد أن أذكر هذه الرواية الشريفة، رواية جدا جميلة، جزء أوصاف هؤلاء أصحاب الإمام أرواح العالمين له الفداء، يقول الإمام: رجال لا ينامون الليل، ما أخذ النوم 12 ساعة، ما أخذ هاي الأجهزة الذكية 4 ساعات توافه. أصحاب الإمام رجال لا ينامون الليل، إلى أن يقول صلوات الله عليه، كم العبارة جميلة هذه. يقول الإمام في وصفهم، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في وصف أصحاب الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء، يقول كم العبارة جميلة: رهبان بالليل، ليوث بالنهار. هذا في الليل مثل الرهبان. الرهبان ماذا يصنعون؟ عملهم فقط ركوع سجود صلاة، عمله هذا. في الليل هكذا خلاص، صار الصبح أنا مرهق متعب أبدا، ليوث بالنهار، ليل نهار يعملون هؤلاء. إذا صارت فرصة مرة أقرأ لكم مرة هذه الرواية، مرة أخرى قرأت لكم الرواية قبل سنوات، مرة أخرى هذه الرواية، كم جميلة، كم جميلة في أوصاف هؤلاء. هؤلاء يتعبون أنفسهم، يرهقون، كل أصحاب أهل البيت العظماء منهم، تتصور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الخيرين العظماء منهم،
كانوا تنابلة؟ كانوا كسالة؟ أبدا. كانوا يتعبون أصحاب أمير المؤمنين الخيرة منهم، أصحاب الإمام المجتبى، اقرأوا تاريخهم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كانوا يعدون العدة، لأنهم بالفعل كانوا يريدون الخروج، كانوا يريدون الخدمة. أختم كلامي بحديث شريف عن الإمام الجواد صلوات الله عليه، عن عبد العظيم الحسني. عبد العظيم الحسني من أصحاب الإمامين الجواد والهادي صلوات الله عليهما. قلت للإمام محمد بن علي بن موسى الإمام الجواد صلوات الله عليهم: إني لأرجو أن تكون المهدي من أهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. فقال عليه الصلاة والسلام كلاما جزء من كلامه، يقول صلوات الله عليه عن حفيده الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء، يقول: وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، اسمه كنيته مثل النبي. الإمام الجواد أيضا اسمه مثل النبي، ولكن كنيته تختلف، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله والإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء. وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض. طبعا هذا العدد كملاحظة بين قوسين، هذا العدد عدد شرط في النصرة للأنبياء والأوصياء، هذا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، من قبل مولد النبي هذا الشيء موجود في الأنبياء أيضا، هذا الشيء كان هناك روايات صحاح في الكافي غير الكافي. إذا كان هذا العدد يجتمع، ذاك النبي كان ينصر، ذاك الوصي للنبي كان ينصر. إلى أن يقول صلوات الله عليه: فإذا اجتمعت له هذه العدة من التنابلة، من الكسالى، من الاتكاليين، لا، من أهل الإخلاص. ما تحدثنا عن الإخلاص، الإخلاص أيضا مقوم مهم جدا حتى يكون الشخص أرادوا لكي النتيجة تكون لأعدوا له عدة. إخلاص، من أهل الإخلاص هؤلاء. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره. فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يظهر من هذه الرواية الشريفة أن هناك مرحلتين: مرحلة ظهور الإمام، هذه المرحلة تحتاج شرط من شروطها، هذه المرحلة تحتاج إلى 313 حواريا، أوصافهم ذكرت في تلك الرواية الشريفة. المرحلة التالية مرحلة قيامه بالأمر، هذه المرحلة التي يعبر عنها الإمام خرج، يعني الإمام يظهر ولكنه لا يقوم بالأمر، إلى أن تجتمع له العدة الثانية وهم 10,000. مرحلتان. مرحلة الظهور تحتاج إلى 313 رجلا، مثل سلمان، مثل أبي ذر، مثل محمد بن أبي عمير، مثل محمد بن مسلم، مثل أصحاب سيد الشهداء صلوات الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه، أن ينتقم به من قتلة آبائه الطاهرين. اللهم انتقم به من قتلة سيد الشهداء، انتقم به من أعدائه.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا لخدمتهم، لاتباعهم، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، شفاعتهم في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.